في الخمسينيات الميلادية ظهر هذا الاختراع الذي يسمى بالصندوق الأسود رغم اختلاف لونه، والذي يعمل على تسجيل بيانات الطائرة والقيم الفيزيائية كالوقت والسرعة والاتجاه وآخر المحادثات داخل قمرة القيادة للرجوع إليها عند وقوع الحوادث. يعتبر المختبر الهندسي هو الداعم الرئيسي لعمليات التحقيق. تبدأ مهمة المختبر الهندسي من موقع الحادث، حيث يتم تحديد وجمع الأدلة سواء كانت قياسات أو صور أو مسجلات الصوت أو ما يعرف به الصندوق الأسود أو مواد معدنية وغير معدنية، حيث يتم نقلها إلى مقر المختبر، وبعد ذلك يتم فحصها وتحليلها ومراجعتها ومعالجتها عن طريق أجهزة وبرامج خاصة، وبعد ذلك يتم إخراجها كحقائق تبنى عليها عملية التحقيق. سجل مكتب تحقيقات الطيران السعودي 120 واقعة داخل الأجواء السعودية منذ عام 2010 وحتى اليوم، وتنوعت بين حوادث خفيفة إلى متوسطة الخطورة، كوادر محلية تعمل على التحقيق ومعرفة ملابسات حوادث الطيران من خلال أساليب دولية وتقنيات ومعدات حديثة. التقرير النهائي بيحتوي على 4 أجزاء أساسية. الجزء الأول اللي هو الجزء اللي يشمل الحقائق، بعد ما تنتهي من عملية جمع الحقائق الخطوة اللي بعد كده هي عبارة عن تحليلها، يلي ذلك الجزء الثالث اللي هو التعرف على المسببات نفسها. انتهينا من التحليل، أخذنا الحقائق، قمنا بالتحليل، والآن رحنا للنتائج اللي هي مسببات الحادث. من المهام المسؤولة عنها كمحققة المقصورة والنجاة هي جمع البيانات والأدلة لسلامة وحالة المقصورة والركاب بعد الحادث، إجراءات المقابلات مع طاقم المقصورة، فرق الاستجابة، والتأكد من تطبيق إجراءات ومعايير السلامة، على سبيل المثال خطة إخلاء الركاب، عوامل النجاة. أبرز العوامل المشتركة لحوادث الطيران في السعودية كانت تصميم وتقنية الآليات والأحوال الجوية وشؤون الترحيل والتحكم في تشغيل الرحلات والعنصر البشري، مما جعل مكتب التحقيقات يصدر 370 توصية تهدف للتقليل من الوقائع ومعالجة المشكلات. من جدة، سلطان السلمي، العربية.